المدرسة العليا للضمان الاجتماعي أصبحت قطبا للتخصص والتكوين في مجال الضمان الاجتماعي وعصرنته على المستوى الوطني والإقليمي. عندها جانبين، هو الجانب تكوين الإطارات بالنسبة لصناديق الحماية الاجتماعية، والجانب الثاني هو تكوين إطارات بالنسبة للدول المغرب العربي والإفريقية في ميدان الحماية الاجتماعية. هذه الدفعة الثالثة. إذن الدفعة الأولى والثانية تم توظيفهم كلهم على مستوى الصناديق الخاصة بالضمان الاجتماعي. أما هذه الدفعة فهي دفعة متكونة من 100 طالب، وفي السنة الثانية هناك 47 طالب. يعني الهدف منها هو تكوين إطارات عالي المستوى بالنسبة لهذه الدول الإفريقية، ولهذا تم في هذه الاتفاقيات ترسيم هذه المدرسة كقطب تكوين بامتياز. المدرسة دفع جديد لتعزيز المعارف والقدرات الأساسية لضمان السير الحسن لمنظومة الضمان الاجتماعي وفق معايير المنظمة العالمية للعمل، وكذا تطوير مجال تبادل التجارب والخبرات في مجال الحماية الاجتماعية على الصعيدين الإقليمي والدولي. حاليا أصبح القانون عنده عدة امتدادات ما تسمى بامتدادات القانون، أي أن القانون لا يقف عند المسألة القانونية، بل يكون عنده ترابطات، ارتباطات، تأثير وتأثر بين كافة العلوم وكافة القوانين وكافة التفريعات القانونية. بالتحصيل الحاصل أن قانون الضمان الاجتماعي، قانون الحماية الاجتماعية، يدور في هذا الفلك، فيه عدة تغييرات على مستوى المنظومة القانونية في مجال الضمان الاجتماعي في الجزائر، لا سيما بعد سنة 1999 وين اتخذ المنح الاقتصادي الحر، الاقتصاد السوق، وإن كان لابد من الالتفات لمسألة الحماية الاجتماعية أو الشق الاجتماعي أو الجانب الاجتماعي أو المسألة الاجتماعية للعمال الأجراء، بل توسيع المسألة هذه لكافة المواطنين حتى لا يكون هناك تأثير سلبي للحركية الاقتصادية والمالية الداخلية والخارجية على المواطنين، لا سيما في الجانب الاجتماعي، حماية اجتماعية وتكفل الاجتماعي وضمان اجتماعي. C'est juste pour qu'ils maîtrisent l'outil informatique. Donc ils ont un premier chapitre concernant la maîtrise des éléments ou bien des composants hardware et des composants software dans le domaine de l'informatique, puisque l'informatique c'est une science qui s'occupe du traitement automatique de l'information et de la communication. Et il y a l'existence de deux parties. Donc il y a une partie software, qui est tout ce qui est logiciel, et il y a la partie hardware. Donc les étudiants, ils sont là pour connaître l'ensemble des organes d'un ordinateur, soit les organes principaux ou bien les périphériques de l'ordinateur. إلى جانب التكوين في الماستر، تعمل المدرسة على تطوير التكوين المتواصل في مجال الحماية الاجتماعية بغرض تأهيل الموارد البشرية، مما يجعلها تساهم في ترقية منظومة الضمان الاجتماعي باستمرار للعمال وطلبة الجزائريين والأجانب من إفريقيا. بعد التفوق تاعنا في المسار الجامعي على مستوى ليسونس ال ام دي، اخترنا مواصله المشوار الدراسي والجامعي في المدرسه العليا للضمان الاجتماعي، كونها تفتح افاق جديده للطلبه من اجل تحسين المنظومه تاع الضمان الاجتماعي والوصول بها الى ارقى المراتب. في اطار الاتفاقية الموقعة بين المكتب الدولي للعمل ودولة الجزائر، كان خصص في هذه الاتفاقية 25% للدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، لذا دولتي تشاد هي أيضا من الدول الناطقة باللغة العربية، اللغة العربية وكذا الفرنسية كلغة رسمية، فخصص لنا 3 مقاعد في المناجمين والكتاريا وقانون الذي أنا أمثلهم الآن.
فدولة الجزائر هي الدولة العربية الإفريقية الوحيدة التي كان نظامها في الضمان الاجتماعي متطور جدا، لذا وفدنا إليها لكي نكتسب خبرات ومعلومات لننقل هذه الرسالة ونطبق هذا النظام في دولتنا أو في دولنا كدول إفريقية مشاركة تدرس في هذا المركز العريق. تكوين مفيد جدا بالنسبه لنا احنا. بسم الله، قبل افون لا كرياسيون سيتي كول كانت سا دي لو ريكروتمون لي كاس كان يدخلوا بدون تكوين، وكي يدخلوا لي كاس هما تما اللي يتكونوا في العمل. اما دوك المدرسه هذه بعد 2014 الحمد لله، دوك كيما يقولوا الواحد كي يدخل لا كاس عنده ديجا تكوين، عنده تكوين متخصص في المجال تاعو، كش سواء حنا قانون الحمايه الاجتماعيه، ولا بالنسبه لانظمه الاعلام الالي، ولا بالنسبه لتخصص قانون مانجمنت، تخصص مانجمنت. دونك عندنا في كل مجال داروا له تخصص يضمن، المدرسه هي اللي تضمن تكوين هذا المتخصص في المدرسه. من هذا المدرسه هو تكوين خريجي الجامعات التعليم العالي، يعني ناخذوا عينه من هذه على أساس مسابقة، وهناك جانب آخر هو تكوين إطارات صناديق الضمان الاجتماعي في إطار التكوين المتواصل. إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي هي دعم المسعى الهادف إلى تأسيس مركز بحث إقليمي متميز والمرتبط بمراكز البحوث الدولية للحماية الاجتماعية.